السلف وما أدراك ما السلف، ومشاكل السلف ومشكلة رد ازاي، زي ما بنقول ايه الرد ايه خسارة. ليه الرد خسارة بقى؟ وليه هو تلف؟ تلف طبعا بيتلفنا جدا السلف ده. نمبر وان طبعا اول حاجة ان انا ببقى خلاص يعني متوترة هرده ازاي، لو انا ما عنديش مصدر 100% ان انا عارفة هرده ازاي. تاني حاجة بتأثر على صحتي، بتأثر على علاقتي بمراتي او جوزي، بتأثر علاقتي بالشخص اللي انا استلفت منه، بقيت مش عايزة اشوفه، هو مش عايز يشوفني، مش عايز يرد على المكالمة، متضايق ان انا ما بنطقش، ما برجعش الفلوس، العلاقة اتوترت. فهو كم تلف غير طبيعي صحي ونفسي وكمان في العلاقات. وفي دراسات كتيرة جدا بتقول ناس بتدخل في اكتئاب وممكن اكتر من اكتئاب، بس عشان يعني في ناس بتقول ان هي ريت انتحر، ده في العالم كله وحتى في مصر انا سمعتها بودني ان هو مش قادرين يسدوا. طب انا ليه وصلت لده اصلا وليه حطيت نفسي في الموقف ده؟ هو ده الموضوع كله بقى. نمبر 1 طبعا في شركات كتير وناس كتير بتعمل اغراءات فظيعه، اللي هم بيشتغلوا على ان البني ادم عايز يعيش وعايز يشتري وعايز يبقى مستوى معين يمكن، ومش واخد باله ان مفيش حد يعمل لك خدمه. اللي بيديك ويقول لك هقسط لك، اصل هيبقى سهل، اصل ما تقلقش خالص. ما هو انتوا ما تقلقش خالص ازاي؟ الشركه دي معموله عشان تعمل ربح، فهو لازم تقلق خالص وتقلق كتير كمان، لان اللي انت بتاخده بجنيه او 2 او 10 انت هتدفعه، ال10 هتدفعهم 13 او 14 جنيه عموما، يعني نتكلم في حدود 40% او اكتر. فانت كل حاجه بتجيبها بقت اغلى قوي، ده غير التعب النفسي وي 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 وي. فدي حاجه برضو ناخد بالنا، مش كل ما حد يقول خد الكارت ده او يجي لي ابلكيشن او حد يقول لي ما اعملش ده ما اعملش ده، هقول تالت ما اعملش ده، خصوصا في الظروف دي. ليه في الظروف دي؟ يمكن انا بشتغل دلوقتي، بس هل انا ضامن ان بعد 6 شهور انا شغلي برضو هيدخل المبلغ اللي انا بدخله؟ هل الشركه او المكان لسه هيخلوني موجود؟ بلاش دول، انا ضامن نفسي صحيا هقدر، ولا هسيب الدين ده لاولادي ولا اخواتي ولا اهلي؟ كل ده انا مش ضامنه، فخلينا نعيش على قدنا. فالسلف تلف والرد خساره، خساره جامده جدا بقى. ليه؟ لان انا لما جبت الحاجات دي بسلف انا ميزانيتي الطبيعيه ما تكفيهاش، فلما باجي الاقي نفسي انا عايزه اسدها بقى، انا مش طايق نفسي، انا مش عارفه اجيبها منين اصلا، فببقى حاسه اني متازمه مش عايزه ارجعها، عايزهم ما يطلبوهاش، عايزهم يسكتوا اي حاجه. طبعا طبعا لو هي افراد يمكن اجي عليهم جامد وما ادفعش، لكن لو هي شركات وكده مش هيسكتوا وهيطبطوا. فده يعني المثل ده ما طلعش من فراغ، وده مثل مهم قوي قوي بجد بجد، لازم ناخد بالنا جدا احنا بنستلف ايه وتحت ضروره قصوى، ولو هنحتاج نستلف قوي عشان حصل حاجه. طبعا ان شاء الله ان شاء الله اكون ابتدي احط خطه جوايا، خطه انا هدفع ده ازاي. ولو في اسئله طب بجد ابعتوها لي تحت الفيديو وهرد عليها.